مصر والسعودية. مصر من كام يوم كسبت بلجيكا 2-1، ماتش كان خرافي جدا لكل المصريين. احنا داخلين الماتش عارفين يا اما هنخرج سكور يا اما هنخرج سكور، لكن ان احنا ندخل وننفخ بلجيكا 2-1 دي الصراحة محدش كان يتوقعها، ولكنها حصلت والحمد لله. لكن اللي ما كانش حد مصدقه ابدا لغاية دلوقتي لسه محسين ان الناس حاسة ان احنا في حلم، هو فوز السعودية على الارجنتين بال2-1 بالريمونتادا. ازاي ده حصل؟ محدش يعرف. المهم النهارده كان في كام صورة على كام ميم كده هنشوفهم مع بعض بسرعة. الفيديو ده يا جدعان انتشر انتشار ابن تيت بالذات لما بعد الماتش. فالمهم ان انا شفت الحتة بس بتاعت مان سيفوز المباراة الاولى دي، لقيت كلمة مكتوبة قدامك وقمت قافل الفيديو بقى. فالمهم هنشوفه النهارده مع بعض كده ويلا بينا. حلو قوي. هو بيسألها ايه؟ بيقول لها السعودية ولا الأرجنتين اللي هيكسبوا. فهي ردت قالت ايه بقى؟ قال ايه؟ يعني ان الماتش ده هيبقى بالنسبة للأرجنتين تمرين بس، فاهم انت؟ لا، وداخلة واثقة نفسها بقى والابتسامة من الخد لخد وفرحانة فرحانة بقى ان ايه، ان الماتش في الجيب المفروض. تصدق انت اللي محتاج يتعامل معاك؟ باولو مانتش يا باولو مانتش يا باولو. والله زعلان فعلا ان الارجنتين خسر. اقصد يعني مبروك للسعوديه. ما ماشي، وده طبعا واحد روش فشخ. يعني الفيديو اللي نزلته اللي هو بتاع السعوديه والارجنتين اللي هي النشيد بتاع السعوديه، لما دخلت فيها كنت عامل انترو حلو يعني نوعا ما. هو دخل قال ايه؟ بالاخير هيخسروا، انت بتتبخر بيها يعني، فاهم؟ قمت انا قايل له ايه؟ يا رب يعملوا اداء كويس. وكسبنا في الاخر. شوف الجماهير يا جدعان، والله العظيم انا شفت الماتش دوت يعني يخرب بيت ام الاكشن اللي كان قاعد بيحصل. لا، والحكم ايه؟ ضيف وقت، والوقت مش بيخلص، فاهم انت؟ الوقت يلاقي نهائي انفينيتي معاه. والله العظيم الراجل حاطط ايده على دماغه اللي هو يعني ايه عملوها معانا. وانا ثاني من الدستور ده يا جدعان، لو قلت لكم في الفيديو اللي ايه الفيديو اللي انا كنت بصوره قلت لكم ده الوحيد اللي انا عارفه في السعوديه. وحكم انا توقعت نتيجه الماتش كويس، صح؟ انا الماتش هنا ماتش السعودية في الحقيقة خلص 2-1، صح؟ لو نقصنا 2-1 هيجي 1-0 للسعودية. الماتش اللي انا لعبته في بيس خلص 1-0، يبقى انا كده اتوقعت. ماليش فيه. المهم ان سالم الدوسري كان مأدي ده كويس يعني النهارده، وجاب حتة جول يا جدعان، حتة جول. بص الراجل بيبص لها ازاي. هو انا مش فاهم، هو مستغرب ايه؟ هل هو مستغرب مستغرب ايه؟ انا مش عارف قوي. بس المهم ده بيبص ايه؟ والله وسووها معانا. في برضه يا جدعان الفيديو دوت، خلينا نشوف كام بقى. الأرجنتين ولا السعودية؟ اللقطة دي والله شفتها برضه. اللقطة دي يا جدعان شفتها وفكرت برضه، افتكرت الست البت دي اللي انا كنت شفت اصلا الفيديو ده بتاعها قبل ما الماتش يبدأ. المهم اول ما الكاميرا جابتها افتكرتها على طول. الله، بص عامل ازاي في الصورة. يا نهار اسود، ده يا جدعان ده زومبي. بص الثقة. لو انت تهزر معايا ولا ايه؟ سعودية بينا تكسب 3، دخلنا رعانة. كيف راح انام اليوم؟ بس يا جدعان ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو قصير صغير جميل لطيف جميل حلو. فلو عجبك انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب وشير، واشوفك الحلقة الجاية. سلام.